شكرا يا باشمهندس. هو في أكثر من سؤال يعني موجه لبشمهندس عمر سليم بخصوص المشاركة في مجالات الإعمار. يعني في حد بيسأل إيه هي مجالات المشاركة في قاعدة الإعمار؟ كمان في مهندسة برضو يعني هي لسه ما زالت تدرس الهندسة المعمارية، وشايفة يعني إن علمها لازال قليل، لكن هي عايزة تشارك في قاعدة الإعمار، فإيه اللي ممكن يعني تنصحوها بيه ولو بالقليل المشاركة يعني. فلو ممكن حضرتك توضح لنا مجالات المشاركة، وبرضه حضرتك ترد على المهندسة دي. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. مجالات المشاركة في حاجات كتيرة جدا، يعني في مثلا الإعمار العاجل. تمام، إحنا محتاجين أول ما الحرب تقف أو من النهاردة محتاجين إن إحنا نوفر حلول للبناء العاجل اللي هو بيبقى في حدود 6 شهور. تمام، في حاجات تانية الإعمار الدائم، فنبدأ نشوف الحلول. لو لقينا حل يجمع بين الاتنين، يعني يتبني بسرعة وفي نفس الوقت يعيش 50 سنة زي جي آر سي، ده من الحلول الجميلة جدا. انما ممكن يكون في محتاجه ان تتوفر سكن لمده اي شهر مثلا، شهرين، 6 شهور، لحد ما الحاجه تتبني. اي حل هيكون هيتبني في فتره طويله هيكون صعب جدا، لان الناس عايزه ترجع لبيوتها، كل واحد عايز يقعد لبيته. حتى لو وفرت له خيمه من تجارب سابقه، لا يقول لك انا هقعد في البيت بتاعي حتى لو هو معرض لان هو يتهد. في موضوع الطاقه المتجدده بنبدا ندور ونبحث والحاجات دي كلها. موضوع المياه، ان احنا ازاي ندرس بقى طبيعة المية اللي موجودة، وازاي ان احنا مثلا عندنا مية جاية من البحر ومية جاية من مياه جوفية ومياه سطحية، وكل واحدة فيها المشاكل بتاعتها. يكفي الملوحة، يعني حتى المياه الجوفية فيها درجة ملوحة كبيرة جدا لانها قريبة من الشاطئ. كانت من ضمن الحلول ان احنا في جهاز موجود بيجمع البخار بتاع المية او الرطوبة اللي موجودة في المية في الهواء ويحولها لمية. ده جهاز كده موجود وفي مصانع ليه في قطر وفي الإمارات وفي دول كتيرة جدا، والجهاز يقدر نصنعه في غزة بدون أي مشاكل خالص. يعني هو لو جهاز تكييف بايظ ممكن إن احنا نعمله الموضوع دوت. موضوع الركام، إزاي إن احنا نتعامل مع الركام؟ الركام ده ممكن هنبني بيه مثلا البيت مثلا، أو هنبني بيه مثلا طريق، أو هنرميه في البحر بحيث نزود المساحة بتاعت غزة، أو هنعلي سطح غزة بحيث لو الميه زادت ما يحصلش لها غرق. كل الحلول دي ما ينفعش نتصرف فيها ولسه في مواد مشعة أو في مواد قابلة للاشتعال أو قابلة للتفجير. من 10 مواد حسب الأمم المتحدة بنبدأ إن احنا نشوف إيه اللي موجود ونتفاعل معاها، وإزاي إن احنا نشيل السموم، أنا بسميها سموم أو الخطورة اللي موجودة من قلب المواد دي، عشان احنا نقدر إن احنا نستخدمها بشكل كويس. فدي من ضمن المشاكل اللي موجوده اللي احنا لازم نقعد نفكر فيها مع بعض. عصف ذهني، نبدا ندي كده واجب ونقعد ندور فيها ونشوف التجارب السابقه. ما في دول كتيره اتعرضت للموضوع دوت، المانيا حتى اليوم لسه بيكتشفوا حاجات من ايام الحرب العالميه الثانيه ويبداوا ان هم يتعاملوا معاها. فلازم نبدا نوجد حلول ونبدا نفكر وازاي ان احنا نعيد الاثار زي ما هي. وكل واحد ممكن يبدا ان هو يدرس يعني، وسبحان الله انت بتاخد اجر طول ما انت بتدور وبتحمي نفسك نفسيا. يعني المهندس حسن فتحي جه في حد كان طالب منه فيلا وهو ما كانش متحمس ليها، اول موعد الهزيمه في 5 يونيو، خلينا نسميها باسمائها ما نسميهاش نكسه ولا بتاع، هي هزيمه. تاني يوم على طول راح رايح للراجل وقال له تعالى نبني، وقعد يبني فيلا الفيلا دي وفرغ لها وقته وخلصها في وقت قياسي. قال له انا لو ما كنتش انشغلت بالفيلا دي كان هيجي لي مرض. فاحنا بننشغل بغزة عن غزة، يعني احنا بننشغل عن اخبار غزة بان احنا بنحاول نوجد حلول. وسبحان الله ممكن يكون واحد لسه في السنة الاولى يبدأ ان هو يساعد في، يعني مثلا في لجنة كانت اتشكلت واللجنة دي ما كانش لسه معانا خبراء، دلوقتي الحمد لله معانا خبراء كتير متخصصين في اللجنة دي. فانا دخلت انا ما اعرفش حاجة، يعني هي اللجنة بتتكون، فقالوا عمر عايزينك معانا وانا ما عنديش اي معلومات خالص، مش تخصصي. تمام، بس انا افتكرت حديث للرسول عليه السلام بيقول تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة اللي هو القماش اللي هو بنشغل بالتجارة، تعس عبد المرأة، تعس وانتكس وذا الشيكة فلانتكش، يعني لو دخلت في ايده شوكة ما تطلعش. طوبى لعبد ممسك بعنان فرس إن كان في الساقة، يعني واحد هو بيحتسب الأجر عند ربنا، لو حطوه في حتة هيشتغل بيها، لو حطوه في آخر الجيش هنشغل بيها، لو حطوه في المقدمة هنشغل بيها. هدفه إن هو يحاول يساعد على قد ما يقدر. حتى لو انا قلت لهم اللجنه دي انا ما فهمش فيها خالص، فانا مسؤول عن ان انا اجهز الوورد واجهز الباوربوينت واجهز، لو عايزين نعمل لكم شاي وقهوه ما عنديش مشكله، هشتغل في الحاجات دي اساعد على قد ما اقدر. حتى لو انا ما عنديش المعلومه
بس احنا بنحتسب الموضوع عند ربنا سبحانه وتعالى، ما ربنا مش هيضيع عملك ما دمت انت بتنزل فيه جهد، سبحان الله ربنا هيعوضك خير. فكل واحد يبدأ يقرأ مثلا، يقول والله هنعمل احنا الدورة دي ميزتها انها بترفع الوعي، احنا عندنا مشكلة في موضوع الوعي، فالدورة دي بتبدأ ترفع الوعي. طب انا ممكن مثلا انفذ الواجب بتاع المهندس ابراهيم ان انا هدور في مثلا المغتصبات وابدا اشوف واحده فيهم وابدا ان انا ادرسها وابدا ان انا اجمع عنها معلومات وابدا ان انا انشر وسائل مثلا اعاده البناء على السوشيال ميديا والحاجات دي كلها. كل واحد يبدا يشوف ازاي اقدر اخدم في المجال اللي انا اعرفه، ممكن يكون مثلا ان انا انشر عن القضيه وانشر افكار مهمه وابدا ان انا مثلا اترجم مثلا حاجه معينه وابدا ان انا انشر الحاجات دي كلها. فكرة الوعي دي حاجة مهمة جدا. يعني كان في فيلسوف في الجامعة العبرية بيقول السيادة على أرض إسرائيل لن تحسم بالبندقية أو القنبلة اليدوية، لكن هي تحسم من خلال ساحتين: غرف النوم اللي هو عدد السكان، والجامعات إن هم يبدأوا إن هم يتعلموا. يعني اللي حصل في 7 أكتوبر ده بناء إن في ناس كتيرة مهندسين وغيرهم ركزوا وبدأ إن هو يختار الحاجة اللي تقدر تخدم القضية بتاعته. اي كان تخصصك تقدر تشارك وتنشر الفكرة وتبدأ تفكر معانا وتبدأ تدور في الموضوع، وربنا يجزيه كل خير. وارنولد سوفر بيكمل كلامه بيقول الفلسطينيين هيتفوق علينا، وصهيوني الفلسطينيين هيتفوقوا علينا في الساحتين دول خلال فترة غير طويلة، لان معدل الانجاب في اسرائيل من اقل المعدلات في العالم كله، لدرجة ان هم كانوا بيفكروا ان هم يخصصوا سنة مثلا يحاولوا فيهم يزودوا عدد السكان ويجيبوا أطفال أكتر. حتى في بعض اليهود اللي يقول لهم أنتوا اتفرغوا اللي أنتوا تولدوا بس، يعني كده، لأن عندهم مشكلة في الموضوع دوت. وحتى في أحد أعضاء الكنيسة بيقول إن رئيس الوزراء لازم يروح البيت لأن هو عنده واجب قومي إن هو يوجد أطفال، يقعد بقى مع زوجته عشان يوجد أطفال، لأن إحنا الحمد لله متفوقين عليهم في حاجات كتيرة جدا، وعندنا أمل إن شاء الله إن إحنا، يعني هم عندهم أول ما بتحصل حاجة بيسيبوا البلد ويمشوا، يقول لك طب ما أنا عندي جنسية تانية. كلهم عندهم جنسيات تانية، أغلبهم بولندا وفي أمريكا وفي كذا وفي كذا، لأن يعني لو اتكلمنا في موضوع اليهود سريعا كده، أغلب اليهود الانكشاز اللي هم جايين من أوروبا دول مش من بني إسرائيل خالص، دول مش من أحفاد سيدنا يعقوب، ده دي قبيلة اسمها الخزر نتيجة إنها وقعت بين الدولة الروم وبين المسلمين، فأعلنوا إن هم هيبقوا يهود وتحولوا يهود دولة كاملة وأوروبيين ناحية تركيا، فدي اللي نشر خلى فيه يهود كتيرة أوروبيين. فدي من ضمن الحاجات اللي لازم نفهمها، ان دول مش بني اسرائيل وربنا وعدهم بالارض دي، لا، بني اسرائيل لما جت المسيحيه جزء كبير جدا تحول للمسيحيه، وبعد كده لما جاء الاسلام جزء كبير منهم تحول للاسلام. اللي موجودين دول اصلا كانت قبيله ورحل وتحولوا لليهوديه، فلازم يبقى عندنا وعي. طب انا هسال سؤال بعد اذنكم، يا ريت الناس تكتب على الشات. سمعتوا الفتره اللي فاتت دي من اخطر قضايا الوعي، كذا مثقف وكذا راجل فاهم يقول لك ان القدس دي مش موجوده في فلسطين، احنا مش قضيتنا واحنا لازم نكون عندنا وعي. ده القدس دي مش موجوده فين؟ موجوده في اليمن، لا، ده موجوده في السعوديه، ده موجوده في نيوم، ده موجوده في اي حته ما عدا القدس. يعني هي احنا عارفين مدى التاريخ في القدس، لكن في الفتره دي يا ريت لو حد سمع الكلام دوت يكتب لنا ان القدس مش موجوده في القدس، زي مثلا ان مصر اللي في القران مش هي مصر اللي احنا نعرفها. تمام، في مهندس هاجر سمعت الموضوع دوت. الموضوع دوت اللي عمل الفكره دي كلها واللي بدا الموضوع ده كله، ده واحد اسمه كمال الصليبي، ده لبناني وليه بعض الحاجات. اللي مشرف على الدكتوراه بتاعته برنارد لويس، دوروا على برنارد لويس هتلاقوا ان الراجل ده صهيوني، الصهاينه نفسهم بيقولوا ان هو صهيوني اكتر منهم، وان هو راجل كتاباته كلها بتهدف لتفرقه العرب ويعمل مشاكل. فهو ده اللي ادى الدكتوراه لكمال الصليبي، ويعني انا قريت الكتاب وقريت هو بقى من خلاله طلع لنا ناس كتيره بدون ذكر اسامي بيطلعوا في التلفزيون كتير كلهم واخدين كلام من كمال الصليبي. لكن الكتاب بتاعه انا يعني لما قريته لقيت ناس كتيره اجانب زي فيليب هاموند انتقد الكتاب وقال ان مراجعه الكتاب ده يعني جهد شاق، لان احنا محتاجين
قد الكتاب ده 4 مرات عشان نرد على كل الشبهات التافهه اللي هو بيقولها، وانا مش هدخل في الكتاب ولا ادخل في كده، بس ده من ضمن الحاجات اللي هو بيغيب الوعي، ان واحد يقول ايه والله اه صحيح احنا مالنا بالقدس ده، القدس دي موجوده في اليمن، ده موجوده في العراق، ده موجوده في تركيا، كل واحد بياخد مكان بعيد عن القدس، ان القدس دي مش القضيه بتاعتنا. وشفنا احنا بعض الصهاينه العرب بيقولوا الفكره دي. فالشاهد ان كل واحد من خلال اللي ربنا اداهوله يقدر ان هو يخدم القضيه، حتى لو بان هو مثلا ينشر ياخد الحاجات كوبي بيست. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول بلغوا عني ولو ايه فرب مبلغ او عليها من سامع. ممكن انت تدي لواحد تنقل له الموضوع يكون هو متخصص او يقدر ان هو يدرس في الموضوع ويقدر ان هو يخدم القضيه الفلسطينيه. الحمد لله الفلسطينيين في غزه وفي الضفه في كل مكان ما شاء الله بيرفعوا الراس وعندهم علم وكل حاجه، لكن هم حاليا مشغولين بحاجه، فاحنا بناخد جزء معين نحاول ان احنا نخدمهم فيه على قد ما نقدر، مش عشانهم، عشان احنا نلاقي حاجه نقولها قدام ربنا ان احنا ما كانش في ايدينا حاجه غير كده، وكان نفسنا حاجه اكتر، لكن هو ده بس اللي احنا قدرنا ان احنا نعمله. وجزاكم الله كل خير.